بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع والإمارات المحتوى. سوف نتحدث اليوم عن تكنولوجيا البلوكتشين وتكامل العمليات في هذا الوقت المليء بالتحديات، ونحن أيضا في خضم الثورة الصناعية الرابعة والتطورات التكنولوجية في مختلف المجالات. أصبحت تكنولوجيا البلوكتشين موضوعا هاما جدا. لقد استخدم البشر أدوات وآليات منذ العصر الحجري وتطورت عبر العصور إلى وقتنا هذا، ومن المؤكد أنهم سيستمرون في التطور. فمن ألواح الطين في العصر البابلي وورق البردي المصري إلى استخدام الخرز والعصي المصنوعة من الخشب والعظام والحسابة المدمجة التي تعد من أقدم الأدوات التي استخدمها منذ أكثر من 20,000 سنة قبل الميلاد، وأدت ممارسات مسك الدفاتر إلى جداول البيانات، ومن ثم التحول إلى البلوكتشين إلى الوصول لهذا التطور. هذه سنة الحياة، كل شيء يتحول ويتطور. في الواقع أن الثورة الصناعية الرابعة أحدثت تغيرا جذريا في طريقة عيشنا وعملنا وربطنا ببعضنا البعض. وهي أي الثورة الصناعية الرابعة؟ حقبة ناشئة من الاتصال والتفاعل بين الإجراءات والآلات والبشر، والتي بدورها لديها قدرة هائلة في الإنتاج والكفاءة وجودة الحياة وبيئة مستدامة. ولكن لماذا تعد البلوكتشين قلب الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي؟ لنكتشف ذلك. فيوما ما سيتم ترميز كل شيء وتوصيله بواسطة البلوكتشين. ولكن ما هي تكنولوجيا البلوكتشين؟ البلوكتشين هي تكنولوجيا تسمح بجمع المعاملات في كتل وتسجيلها، حيث يتم تشفير سلاسل الكتل بترتيب زمني، ويسمح بالوصول إلى دفتر الأستاذ العام بواسطة خوادم مختلفة. ومن الحقائق المميزة للبلوكتشين أنه سيتم تخزين أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في البلوكتشين بحلول العام 2027. وأيضا ستستضيف البلوكتشين أكثر من 31 تريليون دولار أمريكي من قيمة الأعمال بحلول العام 2030. بالإضافة إلى أنه هناك ثورة كبيرة للبلوكتشين تعد بمثابة ثورة الإنترنت التي نشهدها الآن. ويرى دليل الإنفاق الجديد لـ IDC نموا قويا في حلول البلوكتشين المقدمة من قبل الجهات، التي قد تصل إلى 15.9 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2023. وإذا رجعنا إلى مراحل تطور تكنولوجيا البلوكتشين، فسنرى أن المرحلة الأولى بدأت في 2008-2009 بالتجارب الفنية للنسخ الأولية، تلاها في 2010-12 المراحل تبادل الخبرات واستخدام البرامج للرواد الأوائل، وفي 2013 بدأت مرحلة تكوين السوق والارتفاع المفاجئ للعملات المشفرة الكريبتو كرنسي، وكان نجمها في تلك المرحلة هو البيتكوين. ثم رأينا الزيادة المضطرد في 2016 حينما بدأ الطلب يزداد على العملات المشفرة الكريبتو كرنسي، وظهرت هناك الكثير منها. ومع انطلاق الثورة الصناعية الرابعة في العام 2019 بدأت تشكيل منصات أساسية لتطبيقات تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الرقمي في مجال البلوكتشين. ومن بعدها نتوقع حسب الخبراء أن في بداية العام 2020 إلى 2022 و2025 أن تصبح هناك الكثير من المشاريع المتعلقة بالبلوكتشين، والتي ستنتشر في المنطقة بشكل كبير. من مميزات البلوكتشين للمعاملات هي أننا سنحصل
ضمن البلوكتشين على تسويات سريعة في المعاملات، وأيضا سيكون هناك لا مركزية، وهذا سيعزز أيضا زيادة الأمن وأيضا سرعة التوزيع والإجماع في الرأي. ومن المكونات الأساسية لبنية البلوكتشين هي الكتل واللي هي البلوكس، والمعاملات وهي الترانزاكشن، والتعدين وهي المايننج، والإجماع وهي الكونسنسس. ومن أنواع واستخدامات البلوكتشين هي الاستخدامات الخاصة، وهي تعد الاستخدام الخاص في بعض الجهات الرسمية أو الاستخدامات الخاصة للشركات الخاصة، وطبعا هذا يتوفر الخصوصية والكفاءة والأقل تقلبا، وأيضا الامباورمنت أو التمكين للتنفيذ. هناك أيضا الشبكات البلوكتشين العامة، وهي تمثل الشفافية، اللامركزية، التمكين للمستخدم والثبات. وهناك أيضا شبكات بلوكتشين تستخدم على نطاق الاتحادات أو على نطاق الاتحادي، وبالتالي توفر الكلفة وتخفيض الرسوم، وأيضا يكون هناك تنظيم أكثر لذلك وانعدام الجريمة. أما النوع الرابع من الشبكات البلوكتشين وهي المصرحة، وبالتالي سيكون هناك تكون للمنظمات بمعدلات منخفضة، وأيضا سيكون الأصل غير مطلوب في هذه المرحلة. شبكة البلوكتشين بدون تصريح تكون في الغالب تحتاج إلى مزيد من قوة العقد، فتح مستوى الخصوصية للجميع، والمشاركة الحرة للتصويت. طبعا دائما يتورد للأذهان أن البلوكتشين هو الكريبتوكرنسي أو العملات المشفرة اللي هي مثل البيتكوين، ولكن في حقيقة الأمر تختلف البلوكتشين بطريقة أو بأخرى. فمثلا لو نظرنا إلى المقارنة هنا عندنا، نرى أن البلوكتشين هو دفتر الأستاذ العام الرقمي الذي يستضيف العملة المشفرة ويتحقق منها في المعاملات. أيضا البلوكتشين عبارة عن أسلوب سهل، ونرى ذلك في العقود الذكية السمارت كونتراكت، بحيث أنه يبسط ويسرع المعاملات ولا يوجد فيه مركزية وتكون بأسلوب آمن. كما أن يمكن للبلوكتشين دعم تداول الأسهم والعملات وحتى حقوق الملكية الفكرية بسهولة. كما أن على المدى البعيد هناك لا حدود هناك لتطورات البلوكتشين وقدراتها على التوسع. أما للنظر إلى العملات المشفرة فهي تعتبر أصل رقمي، وممكن انتقالها وتبادلها بين نظير وآخر في بيئة آمنة. تقتصر المعاملات على المعاملات المشفرة فقط، ويقتصر إلى حد ما على حصة الحيازة والتعاملات المرفقة بها. إذا نظرنا للعوامل الرئيسية للبلوكتشين فهي لديها تعاون فعال بين جميع المشاركين، عوائد مجزية للمتعاملين حيث أنه يساهم أيضا في تخفيض التكلفة، تكامل في العمليات بشكل رائع، أيضا يواجه الأزمات المالية بل ويخفض احتمالات الأزمات المالية، ولديه أيضا اعتراف واسع في جميع النطاقات. ولكن هناك تحديات حقيقية للبلوكتشين، فلو نظرنا إليها، أولا البلوكتشين يعتمد منهجية وعملية معقدة جدا في التنفيذ، وطبعا هذا يساهم في زيادة الأمن، ولكن أيضا يعني البداية ليست سهلة كما يعني نرى. استهلاك الطاقة، الأجهزة التي تشغل وتستخدم تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، إلا أن أيضا بوجود تكنولوجيا متطورة في استخدام الكلاود، الحوسبة السحابية، وأيضا الطاقة المتجددة قد يسهم ذلك في تخفيض الكلفة.
لوائح غير مؤكدة في بعض الحالات يجب أن يتم اعتمادها من قبل الدولة. يعني على سبيل المثال نرى في المنطقة تجارب كثيرة، بالذات مثلا في الإمارات العربية المتحدة، تطور في مجال قبول البلوكتشين، ويعني حسب علمي أنه الإمارات وضعت أهداف ومقاييس لزمنية محددة للانتهاء من البلوكتشين على مستوى الدولة. أيضا عندنا التكيف الثقافي والتعطيل، يحتاج إلى أيضا أن يكون هناك تكيف ثقافي بشكل عام، بحيث أنه يتقبل المستخدم هذا الأسلوب في المعاملات، وعلى أن لا يكون لديه نسخة ورقية أو مادية كما كان في السابق. الكلفة طبعا، لأن التكنولوجيا في بداية المرحلة في التطور، فهناك كلفة بسبب الأجهزة والمعدات المستخدمة، وأيضا بسبب الخبرات لدى الأفراد. وفي نهاية طبعا أيضا، وهو قلب هذا كله، السيت سكيلز أو المهارات. الكثير من التكنولوجيا المستخدمة في البلوكتشين والمهارات المتطلبة لها غير متوفرة بشكل كبير في السوق، وهذا أيضا فرصة لرواد الأعمال أنهم يستثمروا في هذا المجال ويتعلموا أيضا مهارات البلوكتشين. كيف يعمل البلوكتشين؟ البلوكتشين إذا بدأنا في المعاملة المطلوبة، فهي معاملة يجب تحديد المعاملة المطلوبة بشكل بسيط، ثم تتحول إلى في المرحلة اللي بعدها إلى كتلة تمثل المعاملة المطلوبة. الكتلة هذه توزع ويتم إرسالها إلى كتل وعقد في الشبكة، ومن الشبكة يتم نقل العقد هذه للتحقق من صحة المعلومات، ومن ثم تتم إضافة الكتلة إلى كتلة موجودة، وبعدها تتم المعاملة بشكل كامل. هذه شكل مبسط في استخدامها، وطبعا هذه تعتبر نموذج. هناك أيضا نماذج للمعاملات التي يتم استخدام البلوكتشين بها، فمثلا خدمة البلوكتشين، ممكن تقديم خدمات البلوكتشين كمصدر، منصات التطوير للبلوكتشين واحتضان البلوكتشين أو الديتا أو البيانات الموجودة، منتجات البرمجيات التي تعتمد على البلوكتشين، رسوم الشبكة ورسوم الخدمات التي ممكن أن تعتمد البلوكتشين في شبكتها، خدمات بلوكتشين الاحترافية اللي هي الاستشارات وتطبيق خدمات البلوكتشين في الجهات التي لديها الرغبة في ذلك، التعامل بين الأفراد والأفراد، بالإمكان تناقل المعلومات والبيانات، وأيضا تقديم الخدمات بين الأفراد عن طريق البلوكتشين، وأيضا اقتصاد الرمزية وهي التوكن ايكونومي اللي هو الكريبتو كرنسي. إذا أخذنا أمثلة من الأمثلة الرائعة اللي ممكن تطبيق فيها البلوكتشين، هي الصحة الرقمية أو قطاع الصحة. فعلى سبيل المثال، البيانات المريض أو الحالة إذا كان عنده البروفايل أو الديجيتال هيلث أو الصحة الرقمية، إذا استخدمنا هذه البيانات، بالإمكان أن تكون هذه البيانات بموافقة طبعا ذوي الشأن، أنها تصل بسهولة إلى المستشفى، فيحصل المستشفى على التاريخ أو الهيلث ريكوردز أو البيانات الصحية، مما سيسهل على الطبيب إعطاء المريض الأدوية المناسبة له في الوقت المناسب، ودون يعني أو خلينا نقول لتقليل الأخطاء وتفادي كثير من الحالات التي لا يكون فيها بيانات صحية متوفرة في جميع المجالات. أيضا بالنسبة لشركات التأمين، سيسهل على شركات التأمين تقديم الدعم وأيضا دفع الرسوم الطبية التي يحتاجها المريض بسبب وجود البيانات بكل شفافية ووضوح. أيضا مقدمي خدمات الدفع سيكون بالسهولة الوصول إلى المعلومات وتوفير خدمات الدفع. معاهد البحوث سيكون لديها معلومات دون التعرف على صاحب البيانات، وإنما سيتمكنون من الحصول على إحصائيات كبيرة تساهم في
تقديم خدمات طبية وصحية أفضل للمجتمعين للمجتمع. كما أيضا الموردين السبلاي تشين، الموردين سيتمكنون من تقديم أو تزويد المستشفيات والعيادات والأطباء بما يحتاجونه من معدات وأجهزة تساهم في تخفيض معاناة المرضى والمترددين على الخدمات. ونهاية أيضا الصيدليات، حينما أصل إلى الصيدلي لا أحتاج أن أحضر أوراق أو مستندات أو ما يحتاجه للحصول على الأدوية، فالحصول على الأدوية سيصبح سهلا جدا، وذلك بسبب توفر المعلومات والبيانات بحسب كل جهة بحسب المعلومات التي تحتاجها. قطاع أيضا سلسلة الإمدادات أو اللي هو Supply Chain Sector، عندنا معلومات الكلفة الدقيقة، فإذا أخذنا مثلا على سبيل المثال شبكة التوصيل اللي هو Supply Chain، في منتج ينتج في بلد معين اللي هي بلد المنشأ، النقل، تسوية المعاملات، التدقيق للجهات المعنية والرسمية للتحقق من شهادات المنشأ والكلفة الحقيقية، المسؤولية المجتمعية في تتبع المنتجات والتأكد من دقة وصحة المحتوى الموجود، أيضا بيانات الشحن ووصول البضائع إلى المكان المحدد في الوقت المناسب، منع الانتهاك، التأكد من البيانات، الحد من الخطأ البشري، سلامة الأغذية والمكونات التي يتم نقلها، أيضا تطبيق التعريفات والسياسات التجارية المتفق عليها بين الدول، التشغيل الآلي للعمليات، وأيضا الشراء والتخطيط للشراء قبل نفاذ الكميات، كل هذه سيساهم في تعجيلها. وطبعا نجم هذه المعاملات هو البلوكتشين الذي سيحوي على البيانات. قطاع التعليم أيضا كثير منا يواجهون تحديات كبيرة حينما يطلب منهم شهادات أو بيانات معينة يجب توفيرها للجهة المعنية، ويتطلب ذلك يقول لك أعطينا صورة مصدق عليها ومؤكد أن هذه هي حقيقية. إذا نظرنا إلى المثال الموجود، مركز تدريب أو تعليمي، يعني هذا مش بس حق الجامعات، حتى حق مراكز التدريب، حتى ممكن لصندوق خليفة أنه يستفيد من هذه المبادرات ويصدر شهادات إلكترونية e-certificate، يحصل عليها الشهادة، ثم ننتقل إلى طبعا تجربة البلوكتشين هي الهاشينج أو تقطيع البيانات البلوكس إلى قطع صغيرة وتوزيعها على سلسلة الكتل ثم توزيعها على الشبكة، وفي حال طلب المعلومة يتم تحصل عليها من هذه الشبكة ويتم إصدارها وأرجعها مرة ثانية لمركز التدريب وللطالب الذي طلبها في ذاك الوقت. فيعني هذه بتكون سهلة جدا، وحتى لو أنا أحضرت مثلا نسخة ورقية أو نسخة إلكترونية منها، فمن السهل على أي جهة التحقق من أن هذه الشهادة حقيقية ومطابقة لجميع المواصفات. طبعا هناك الكثير من القطاعات التي يعني إذا يعني ممكن نتكلم عنها بإسهاب، فعندنا وسائل الإعلام والترفيه وتسجيل حقوق الملكية للمنتجات، السفر والسياحة، حلول الشبكات، قطاع الأونلاين جيمينج أو التلعيب، بإمكانك الحصول على مراحل كثيرة من الألعاب والبرمجيات المتعلقة بها وتكون مصدقة ومؤمنة بالبلوكتشين، الأمن السبراني وأمن المعلومات، إنترنت الأشياء والأجهزة التي بدأت تنتشر في حياتنا اليومية وأصبح من الضروري تأمينها بالبلوكتشين، الحقوق الملكية الفكرية، الرعاية الصحية مثل ما ذكرنا سابقا، النفط وقطاع النفط والغاز وسلسلة الإمدادات، العقارات وقطاع العقارات وتسجيل العقارات والوثائق الرسمية والمحتويات، قطاع التأمين، المساعدات الإنسانية، التعاملات الدولية، وأيضا التجارة طبعا، والتجارة الإلكترونية لها دور كبير، والتجارة البينية بين الدول لها دور كبير في تعزيز دور البلوكتشين
أيضا عندنا اللي هو سلامة الغذاء والتأكد من جودته. أيضا نأخذ مثلا الموردين والسبلاي تشين والسبلايرز، قطاع التجزئة والخدمات. الآن إذا احنا كان عندنا فكرة أو نحاول أن نسوي فكرة معينة في مجال عملنا، فهل نحن مستعدين لتغيير طريقة أعمالنا أو المشاريع التي نفكر بها؟ طبعا احنا في انترميد وتعاون مع صندوق خليفة والإمارات للمحتوى، لدينا يعني فرصة لأصحاب رواد الأعمال وأصحاب المشاريع أو الأفكار الجديدة أنهم يضعون اقتراحاتهم أو أفكارهم لمشاريع البلوكتشين، ونحن مستعدين في دعمهم بإعطائهم الإرشادات والتوجيهات التي تساهم في خلق مشاريعهم وتحولها من الأسلوب التقليدي إلى استخدام نمطية البلوكتشين أو التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال. فبالإمكان للمساهمين المشاركين أنهم يدخلوا على الرابط الموجود في الصفحة هذه، أو بإمكانهم الوصول إليه عن طريق الكيو آر كود، والمشاركة بوضع ورقة بسيطة جدا مما سنتطرق إليه في السلايد القادم. فطبعا الفكرة هي إيش؟ إنه you have to approach الطريقة بطريقة بسيطة جدا، وهي تحديد الفرص والتحديات في مجال عملك لاستخدام البلوكتشين، قيم السيناريوهات ذات التأثير الإيجابي على مؤسستك أو مشروعك أو فكرتك، حاول التوصل إلى حلول ممكنة لموجودة أو متوفرة، وإن لم تحصل عليها اقترح بعض الأفكار التي ممكن أن تراها ممكن تنفيذها في مجال عملك، وبعدين وضعها كلها في قالب ورقة بسيطة ممكن عدة صفحات أو حتى ممكن صفحة واحدة ببعض الأفكار التي ممكن أن تقترحونها، وسنقوم بالتواصل معكم مباشرة لإيجاد حلول قد تنفعكم، وبعدين بإمكانكم أيضا الحصول عليها من السوق أو من مزودي الخدمات المتوفرين في الإمارات أو خارج الإمارات. طبعا واحد الأساليب التي ممكن بسهولة أن تصلون إلى الخدمة المطلوبة هي عندنا طبعا اللي هو النهج أو أسلوب اللي هو من القمة إلى الأسفل ومن القاع إلى الأعلى. فإحنا ننظر إلى مثلا أن إحنا نحتاج إلى وضع منصة أو التحول إلى منصة رقمية تعتمد البلوكتشين، نحتاج إلى نظام بيئي أو في النظام البلوكتشين قابل للتطور ومواكبة الأسلوب عملنا في مجال المشاريع اللي احنا نعملها. أيضا تحتاجون إلى أدوات فعالة تساهم في تعزيز قدراتكم في الوصول إلى الزبائن أو المتعاملين معكم. من ناحية أخرى تحتاجون إلى أن يكون هناك بنية تحتية بأبعاد لا حدود لها بحيث أنها قادرة على التطور. تحتاجون إلى إشراك أصحاب المصلحة بذلك، مثل ممكن يكون بعمل سيرفي أو استفتاء أو خلينا نقول كويستشنير على أساس أن تحصلون على إجابات من المتعاملين، من الموظفين اللي يعملون معكم، من شركائكم ومن الجهات التي تتعامل معكم. طبعا هذا كله سيساهم في زيادة المتعاملين معكم وتطور أعمالكم بالتالي. مرة أخرى نريد التذكير، هذه هي الوصلة التي بإمكانكم المشاركة فيها بأفكاركم والتي تتعلق في مجال البلوكتشين لتطوير مشاريعكم أو أفكاركم وأعمالكم. نحن على استعداد بدعمكم للوصول لأهدافكم في تطوير أعمالكم، ودعمكم سواء في انترميد أو بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع وأيضا الإمارات للمحتوى. وفي الختام أود أن أختتم ببعض الكلمات، وهي: ليس واجبا عليك أن تكون رائعا لتبدأ، ولكن عليك أن تبدأ لتكون رائعا. لست بحاجة أن ترى جميع عتبات السلم، فقط اتخذ الخطوة الأولى. شكرا.